لعيبه كتير في النادي الاهلي مفتوح ملف تجديد عقودها كتير. كم واحد؟ هو الملف مقسوم لجزئين. في ملف ناس عقودها تنتهي نهايه السنه دي 3 والسنه اللي جايه 2025 3 يعني احنا بنتكلم في 6 لاعبين تقريبا الاهلي بيحاول يجدد له. مين الست لعيبه؟ وهل الاهلي توصل لاتفاقات مع الست لعيبه ولا لسه؟ العقود اللعيبه اللي تنتهي نهايه السنه دي عمرو السوليه وعلي معلول ومحمد هاني. اللي السنه اللي جايه محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وبيرستاوي. ناس كتيرة بتخلط بتقول ان بيرستاوي الاهلي متعاقد معاه كان 3 سنين فبالتالي عقده ينتهي نهايه السنه دي. لا، هو العقد بتاعه فيه اوبشن ان انت تمدد العقد سنه، فبالتالي بيرستاوي لسه قدامه سنه. في حاله رغبه الاهلي واللاعب ولا حاله رغبه الاهلي بس؟ رغبه الاهلي. فالاهلي مدد اشتغل الشرط اصلا من السنه اللي عدت ومدد العقد، فهو لسه فاضل له سنه تاني. تمام. فيما يخص علي معلول وعمرو السوليه، اولا الملف كله بالكامل مؤجل لبعد كاس العالم للانديه، بس الاستقرار على عمرو السوليه وعلي معلول ان هيتم منحهم مثلا عقد لمده سنتين فيهم اوبشن سنه بنسب تخطي مرات معينه، لو تخطيته تاخد السنه الثانيه يعني 70% او 80%. يعني لو انت اول سنه تخطيت 70 او 80% من المباريات هنكمل لك السنه العقد يتفعل اوتوماتيك. والكلام ده كان اتعمل مع كابتن وليد سليمان في اخر عقد. في ناس كتير بتتكلم على ان علي معلول عنده عروض احتراف. علي معلول بطبيعه الحال عقده ينتهي نهايه السنه دي، طبيعه الحال يجي له عروض احتراف. طب موقف علي معلول، هل في اتفاق بينه وبين النادي الاهلي انه يمشي؟ لا، مفيش اتفاق ولا حد يتكلم معاه الا في معسكر النمسا اتفتح معاه الموضوع، احنا عايزينك تقعد، مفيش مشكله. جزئيه ان علي معلول زعلان من النادي الاهلي بيدور على حد عشان يلعب هذا المركز، ده اجراء طبيعي جدا. ان انت بطبيعه الحال علي معلول هيدي لك سنه، هيدي لك اتنين، هيدي لك قد ايه؟ لازم تصنع كادر من تحته يكون موجود، يكون موجود معاك كتف بكتف، عشان لما حضرتك يعني مثلا تبقاش موجود يبقى هو يكمل، لان النادي الاهلي نادي بطولات 100%. فعلي معلول وعمرو السوليه هيتعمل لهم الاوبشن ده. محمد هاني الموضوع كله خلص تماما، فاضل حاجه واحده بس. اللاعب بيقول ان انا كان في بند في اللائحه القديمه ان انا لو تخطيت 8 سنوات تواجد في الفريق الاول بيتشال نسبه المشاركه من عليا. محمد هاني اتبلغ من يومين او من 3 ايام ان البند ده اتشال في اللائحه الجديده اللي اتعملت السنه دي، واصبح ان بند المشاركه يسري على كابتن الفريق فقط، وما تراه لجنه التخطيط بند ان يتشال معاك نسبه المشاركه، يعني ما تحسبلكش، يعني انت تاخد العقد كامل. هو كان متخيل ان البند ده موجود في اللائحه القديمه. لكن هم متفقين معاه على الفلوس، متفقين معاه على التجديد لحد 2028، كل الامور خلصها مع محمد هاني. فدول الناس اللي يعتبر نهايه السنه دي. السنه اللي جايه محمد الشناوي وهو في شبه اتفاق معاه، لكن محمد الشناوي كالعاده في كل فتره انتقالات هو تحس ان عنده رغبه ان عايز ياخد تجربه لمده سنه حتى على سبيل الاعاره. لكن محمد الشناوي بطبيعه الحال رفض عروض رهيبه من فترات سابقه من نادي محلي بارقام هلاميه. نادي محلي في مصر؟ في 2020 في مصر هنا؟ في مصر. رفض عرض برقم كبير على فكره، الكلام تم اعلانه من بيراميدز. برقم كبير جدا جدا يعني. ده من كام سنه؟ في 2020 بالظبط. بس احنا سمعنا ان هو رفض عروض برضه من انديه عربيه في الفترات الاخيره. رفض عرض من النصر. حاليا هو على فكره في تواصل بس معاه هو بشكل شخصي مع وكيله من نادي الضمك السعودي. حصل تواصل من يومين، استفسار عن دي معلومه جديده. استفسار عن انت عندك رغبه ولا لا؟ هو قال لهم انا مرتبط بعد مع النادي الاهلي قدام لسه سنه ونص، لو في اي حاجه تتم من خلال النادي الاهلي، واحنا دلوقتي مرتبطين بمنافسات بطولات مهمه زي كاس العالم للانديه وزي بطوله دوري ابطال افريقيا، خلينا نتكلم بعد كاس العالم للانديه. تمام. موضوع بيرستاو لسه الاهلي ما خدش موقف معاه، لما هياخد موقف وهياخد اتجاه هيبقى في يعني اتفاق على ان يتم الحديث معاه على تمديد عقده، هيتم التواصل مع وكيله. محمد عبد المنعم هو الموضوع اللي شائك شويه. محمد عبد المنعم خد خطوات كبيره جدا انه يسافر بره، تعاقد مع او مضى مع من 20 يوم مع الشركه التي تدير اعمال محمد النني ومحمود حسن تريزيجيه واحمد حسن كوكا وانشيلوتي مدير الفني للريال. الشركه دي يعني بتدور له على حاجه بره، وهو اللاعب نفسه طلب ان موضوع التجديد او تجديد عقده بتاعه نتاجل لبعد بطوله افريقيا. فهو خلاص هو رغم ان عقده ينتهي 2025، لكن اللاعب لديه رغبه في خوض تجربه الاحتراف، وعلى فكره ما بيفكرش عربيا خالص. هو عنده عرض كان في الصيف اللي عدى عرض سعودي، وهو ما بيفكرش في الدوريات العربيه، وعنده طموح انه يروح في الدوريات الاوروبيه. ده الموقف تماما.